مشاهدينا الكرام متابعينا، اذا تغطيتنا متواصله لبطوله صاحب السمو الملك الامير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز ال سعود المدعي رقم 12. اللقاء الاول من هذا اليوم شباب البوادي وفريق القايدي. الشوط الاول ينتهي بنتيجه 1-0 لمصلحه فريق شباب البوادي، هدف سجل في اللحظات الاولى من عمر وزمن الشوط الاول في اقل من ربع ساعه. كذلك الى جانب الانهر الاستاذ محمد القايدي الذي يعتبر وشقيق منظم البطولات المعروف بسام القايدي. ارحب بك في البدايه محمد القايدي عبر قناه خالد بازيدان. هلا ومرحبا، ونتشرف حقيقه انكم من احد الزوار لقناه الاستاذ خالد بازيدان. محمد، في البدايه حدثنا عن استعداداتكم التي كانت تسبق هذه المباراه، وما هو سبب كذلك ارتقاء مستوى لاعبيكم في شوط المباراه الاول، الامر الذي ادى الى ولوج هدف اول في مرماكم؟ والله هو في الحقيقه انه يعني انا ممكن اقول لك ضغط مباريات، يعني لعبنا هنا في المدي ورجعنا امس لعبنا في الترجي واليوم رجعنا في المدي، واللعيبه يمكن نفسهم هم يمكن تغيير 3 لعيبه واربع لعيبه، فانا اقول ممكن الضغط، لكن ان شاء الله نحن الشوط الثاني المدرب ادى تعليمات وقال لهم يعني ايش يسوي بالضبط الشوط الثاني، وان شاء الله نعوض باذن الله، والعيال وعدوا انهم يعوضوا ان شاء الله. جميل جدا. عامل الارهاق قلت قد يكون لاعب دور اساسي ربما في ظهور اللاعبين بهذا المستوى الهزيل في شوط المباراه الاول؟ والله ممكن الارهاق، لانه كمان عندنا نقص، يعني اللاعب ابو عبد العزيز يعني لاعب في النص ولاعب كبير، يعني لاعب كابتن الفريق. السنتر حقنا اليوم غايب انه ظروف انه متعور، ورجعنا عبد العزيز، هذا اللي اثر علينا في نص الملعب، لانه عندهم صراحه اللاعب اليوبي لاعب خطير وقاعد هو اللي يرمي لهم الكور، لكن احنا ادينا التعليمات لعبتنا، وان شاء الله الشوط الثاني باذن الله ننهي خطورته ان شاء الله ونتعادل ان شاء الله باذن الله، نجيب التعادل باذن الله. جميل جدا. بما انكم تخطيتم الادوار التمهيديه، انت شخصيا كيف ترى المستوى الفني للبطوله بصفه عامه الى الان؟ والله بطولة الأستاذ عبد العزيز مدي حقيقة يعني لا غبار عليها، من أحلى البطولات مدينة جدة، تنظيم ترتيب تحكيم، يعني حقيقة متعة 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 جدا. أنا ما أجامل الشخص هذا والرجل هذا أبو محمد واللجنة الحكام، وده صراحة ناس يعني جدا جدا كويسين حقيقة، وبطولتهم من أحسن بطولات في جدة، ممكن أعتبرها أنا البطولة الأولى حقيقة على مستوى جدة. أخيرا، بماذا تعيدون جماهير فريق القايدي ومحبي فريق القايدي، لا سيما وانكم خسرتم نهائي بطولة القايدي التي كانت للفئات السنية امام فريق البسام بنتيجة 1-0، واليوم تبحثون عن تصحيح الصورة وعن تعديل المسار كذلك؟ والله ان شاء الله باذن الله انه العيال زي ما قلت لك وعدونا بين الشوطين وقالوا ان شاء الله باذن الله بنظهر مظهر لائق الشوط الثاني، وان شاء الله نعدل ونفوز باذن الله. محمد القايدي، تعليقك الاخير قبل ان نختم. والله اتمنى الفوز، واشكر منظمين الدوري كل جميعا.